هلا لحد الان احنا ركزنا بس على سبيد اوف ريسبونس، يعني كل اللي عملناه في البول بليسمنت. متذكرين شو كنا نعمل في البول بليسمنت؟ كنت اقرر انه بدي اصمم كنترولر للسيستم. احد الاشياء اللي ممكن اصمم كنترولر للسيستم ممكن احوله من انستيبل لستيبل سيستم، مش هيك؟ لانه كلمه بليسمنت ايش معناها؟ اني بحط البولز وين ما بدي. فنظريا اذا السيستم كان ايش كان ايش لازم السيستم يكون حتى اقدر اعمل بول بليسمنت؟ ستيبل. لا مش شرط يكون ستيبل، كنترولبل، فول ستيت كنترولبل. لو كان عندي بولز مثلا هون وهون فرضا وهون، البول بليسمنت اذا السيستم فول ستيت كنترولبل شو بسمح لي اني اعمل؟ اعمل بليسنج للبولز وين ما بدي. من ضمنها احد اوجهها اني انقل البولز من هون لهون، فكاني عملت له ستيبلايزيشن. وبعدين اذا حطيتهم في المكان اللي بدي اياه شو بحقق؟ بحقق الترانزنت ريسبونس اللي انا بدي اياه. اوكي، فاحنا عملنا بنقول في البول بليسمنت انا ممكن انقل البولز هدول لهون 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 مثلا. اوكي، فعملت انا ضربت عصفورين بحجر واحد. شو عملت؟ لما نقلتهم من هون لهون عملت له ستيبلايزيشن. وانا بقدر اعمل اذا فول ستيت كنترولبل بقدر اعمل له ستيبلايزيشن. مش انا مسموح لي بالفول ستيت كنترولبيلتي ان انقل البولز وين ما بدي وحطيتهم هون، وكمان حققت الاوفر شوت مثلا او الترانزنت ريسبونس ريكويرمنتس. فمثلا زيتا هون حققت عندي شيء معين، مظبوط؟ لكن نعم هاب البولز بالفول ستيت الزيروز بالكنترولر ولا بالبلانت؟ لا ما هو الكنترولر والبلانت مع بعض صاروا سيستم جديد. تمام، بالضبط بالضبط. هلا احنا اصلا لما كنا نحكي حتى بالكلاسيكال كنترول، لو انت عندك سيستم هون انستيبل، البلانت انستيبل، اوكي البلانت انستيبل، جيت قلت لك اعملها ستيبلايزيشن. شو يعني ستيبلايزيشن؟ يعني ادخل على البلانت من داخلها واغير البلانت البولز في داخلها ولا ايش اعمل؟ حط كنترولر، بحط لها كنترولر خارجي، والكنترولر الخارجي مع البلانت البولز الجديده تبعت التنين مع بعض صاروا ستيبل. يعني احنا شو فكره الستيبلايزيشن حتى بالكلاسيكال كنترول؟ مش انا بحط هون كنترولر مظبوط وبعمل فيدباك، هذا طبعا سنجل انبوت سنجل اوتبوت نيجاتيف فيدباك. مين اللي صاروا البولز تبعته بالرايت هاند سايد؟ البلانت؟ لا البلانت ولا تغير عليه اي شيء، ما بقدرش العب فيه، ما بقدرش اقرب على البلانت ولا بقدر اصيبه. البلانت مع الكنترولر سيستم كله ككل شو صار في البولز تبعته؟ صار ستيبل. نفس الشيء هون انا بالبول بليسمنت عم بركب كنترولر، شو كان شكل الكنترولر هون في المودرن كنترول؟ شو كانت عباره عن ايش؟ كي. والكي شو كنت اعمل فيها؟ اضربها في مين؟ اضربها في اكس، مش هيك؟ كي في اكس يطلع معي سكيلر، والسكيلر اطرحه من نيو. اوكي، فكان عندنا السيستم اللي عندي هون بعمل بول بليسمنت، فبنطرح بتحركوا هدول البولز من هون لهون. لكن اجينا احنا نحكي شغله، انا هون اذا ركزت بس على البول بليسمنت وركزت على الترانزنت ريسبونس يو راح يصير عالي. فنيجي نرجع مره ثانيه نطلع على البلانت، البلانت داخله يو. واذا بتتذكروا مره حكيت لكم البلانت يو ممكن افكر فيه انه هو الاكتويتر. وانا اذا عندي هون عملت ستيت فاريبل فيدباك راح اطلع اكس، مظبوط؟ احنا قلنا بنطلع اكس بضربها بكي، بصير عندي هون كي اكس. واذا كان هذا ريجوليتر بصير هذا زيرو، بدخل معي من هون بدخل معي من هون، وهي صارت ماينس كي اكس، مظبوط؟ واذا كانت هي بس ماينس كي اكس وفيش انبوت، شو سمينا هذا السيستم كله؟ لما يكون فيش انبوت من برا ريجوليتر. تمام، اذا هذا عماله بيشتغل كريجوليتر السيستم هيو، وهي صارت ماينس كي اكس، ويو تساوي ماينس كي في اكس، مظبوط؟ وكل ما جيت تشاطرت في البول بليسمنت راح اغير كي جوا، مش هيك؟ راح اغير كي اللي هون، كل ما غيرت كي اللي هون عمالي بحسن الريسبونس تبع السيستم، فالسيستم الريسبونس تبعي ممتاز. بس المشكله اللي عم بتصير يو عالي جدا عمالها تصير. شو بتمثل يو تبع الاوتبوت تبع الاكتويتر؟ يو سكوير ريبريزنتس انرجي. فانا اذا اخذت يو سكوير، طبعا هي فعليا ما راح تكون يو سكوير، راح تكون يو ترانسبوز في يو دي تي من 0 ل انفينيتي.
هاي بتمثل الانرجي اللي موجوده في الانبوت، وهذا بده يجي من اكتويتر. مزبوط. على فكره هذا التربيع، هذا نوع من التربيع. شو في شيء بيشبه التربيع عندكم في الار ام اس؟ مش كنا نقول عندي فولتج سيجنال بالكونجكت تبعها؟ تمام. كنا ناخذ التنتين مثلا، اخذ افرض هذه هون في اوف تي السيجنال بالكونجكت، وكنا نضرب الاثنين في بعض. مثلا اذا بدي اطلع الار ام اس، بدي اطلع عمالي بسال السؤال هون، ايش السيجنال الدي سي سيجنال اللي هي وهاي السيجنال نفس بعض من ناحيه الانرجي؟ تذكرين هذا السؤال؟ يعني كاني بسال السؤال، بقول هاي شكلها مرتب السيجنال الساين ويف، تمام، بس انا بسال شو الانرجي اللي هي بتحتويها. وكنا نيجي نقول في ار ام اس تساوي من 0 ل 2 باي، 1 على 2 باي في سكوير دي تي. شو كنا نعمل هون؟ كنا نربع في سكوير نكاملها، ناخذ الافرج على 1 سايكل، وبعدين ناخذ الجذر التربيع. هاي تساوي في ار ام اس. حتى انا مش هذا بيمثل نوع من الانرجي بالسيجنال؟ ولذلك اجينا قلنا لو بدي اطلع انا في الانرجي اللي بتضيع في ريزيستر، هاي عندي هون في اوف تي وهي ار، قديش الانرجي بتساوي لما يكون اي سي؟ لما يكون دي سي شو بتساوي الانرجي اللي بتضيع في، او الباور اللي بتضيع في الريزستر؟ في سكوير ار، في سكوير على ار، مش هيك؟ طب لما تكون هذه اي سي، ايش الفي اللي لازم استعملها؟ ار ام اس. فكاني عمالي بقول هاي السيجنال وهاي السيجنال متشابهات، مش من ناحيه الشكل، من ناحيه الانرجي الموجوده فيهم. نرجع ليو، مش اليو اللي طالعه من الاكتويتر عباره عن انرجي؟ انا بدي اعمل مينيمايزيشن للانرجي، او بدي احاول الان انا اوازن ما بين متطلبات الريسبونس السريع هذا اللي انا بدي اياه في اكس، بس هذا عماله شو بكلفني هذا الريسبونس السريع انرجي، بدي اوازن بينهم. فبدي اقول انا بدي اعمل اوبتمايزيشن، ما بدي احدد انا البولز، بدي اخلي اوبتمايزيشن فانكشن هي تحدد البولز، بحيث انه يكون في موازنه ما بين الانرجي اللي بستهلكها الاكتويتر، وين في امثله الانرجي مهمه بالنسبه لي وما بدي اياها تضيع. ايش في مثال ممتاز، مثال جيد على سيستم ركبت له كنترولر والريسبونس تبعه بدي كويس، لكن عمالي بقول كل مره عمالي بحاول يعمل ريجوليشن عم بضيع انرجي كثير من هون وانا بطاريه. الروبوتكس بشكل عام، الروبوتكس تمام، مثال كويس كمان زي هيك اكثر من هيك اللي بتروح الفضاء تمام، مركبه فضائيه. لو عندي انا مركبه فضائيه على سطح المريخ ماشي، محدود الطاقه تبعتها، وبالعكس اصلا كل 12 ساعه وبعرفش كل قديش كل يوم مريخي عماله بتروح الشمس، مش هيك؟ فبتقدرش تشحن السيلز تبعتها، فالانرجي مشكله عندي. فانا بقول انا ما بدي هلا الريسبونس الرائع جدا هذا اللي بيحصل من هون، بدي اتنازل عنه شوي عشان احسن اخفف من الانرجي ريسبونس. اذا هون احنا بناخذ فانكشن جديده بنعملها اوبتمايزيشن، ما راح نحدد احنا البولز، راح ناخذ هاي الفانكشن بتمثل الانرجي، وهلا بنحكي شو هي ار، وهاي الفانكشن بتمثل بيرفورمانس من ناحيه الريجوليشن. مش احنا بنقول لو عندي ريجوليشن، لو بديت انا بانيشال فاليو لاكس، لو هذا الريجوليتر سريع والريسبونس تبعه كويس، شو بدي هدول الانيشال فاليوز يروحوا لوين؟ اذا هذا ريجوليتر لزيرو بدي اياهم يروحوا لزيرو بالترانزنت ريسبونس اللي انا بدي اياه. اذا عندي انا انسى هلا كيو للحظه وانسى ار للحظه، اكس ترانسبوز في اكس كانها ايش؟ سكيلر على فكره رح ترفع، مش هيك؟ لانه اكس ترانسبوز هي هيك واكس هي هيك، فكاني عم باخذ هدول وبضربهم في هدول، فكانه عندي سكيلر. طب ويو نفس الشيء، ممكن يكون عندي عدد من اليوز، ممكن يكون في اكثر من اكتويتر، مزبوط؟ ولما باخذ انا يو، يو اصلا هي هيك، مزبوط؟ لما باخذها ترانسبوز شو بتصير؟ بتصير هيك وبضربها في يو من هون، فكمان عمالي باخذ سكيلر. فال كيو ار فكرته انه بدي اخذ هدول الاثنين واعملهم اوبتمايزيشن، اعمل مينيمايزيشن للفانكشن هاي كلها. جي هو البارامتر اللي بدي اعمل له اوبتمايزيشن، بدي اعمل له مينيمايزيشن بحيث انه اوازن ما بين البرفورمانس تبع السيستم والانرجي اللي بيستهلكها هذا السيستم.